وصفة سحرية قديمة كانت معتمدة عند بنوك الفراعنة لتقوية المناعة وحماية الجسم ديالهم من مجموعة ديال الأمراض، هي الحلقة ديالنا ديال اليوم، وأكيد تلبية للطلبات المتتبعات الغاليات اللي بغاو منا وصفات ديال البرد وديال الشتاء، وكذلك ديال الرشح والسعال والحساسية اللي غادي يخليك ما تشوفيش الطبيب بالمرة، وانا متاكده بانها غتولي معتمده عندك. على فكره بالنسبه للايف ديالنا راه كيكون يوميا مع العشرة ديال الليل، نتمنى انك تكوني معنا. وتحيه كبيره للا سناء اللي طلبت منا هذه الوصفه، نحن في الخدمه كيف ما خلينا لكم تعليق ديالها. غادي نحتاجو كركوبه ديال الثومه اللي كبيره، غير هي على شرط خدي لي الثومه اللي غادي تكون حمراء بلديه، ما تبداي تقتصدي وتجيبي لي هذيك الروميه اللي بيضة لي هي، خصي قلب خصها من يداويها. ها انتي كتشوفي معايا، واكيد حتى نتوما الا كنتو من الناس اللي عندكم اسئله مرحبا واستلاف مرحبا، نحن في الخدمه. وصفات طبيعيه مجرب 1000% من الوصفات ديالنا الزمان، من الوصفات ديال الجداوات ديالنا. ايوا خليوني ندوزو باش نشوفو المكونات، حيت المتتبعين والمتتبعات عندي في القناه دوما مزروبات. تقولي الله يستر مسابقين مع عويطه، دغيا 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 سربي 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 سهام، هانا غادي نسربي. ولكن نتمنى 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 انكم تنتوما تسربيو وتجربوا هذه الوصفه، لانه مع هذا البرد والمنزله والتغيرات ديال الجو، والله الا بزاف منكم كيعانيو من مشكل ديال الرب والحساسيه والرشح والسعال والصدر كيتخرجش ودائما مراضين، الله يشافينا ويشافيكم. مكوننا غادي يحيد لكم تشقيقه من الراس، وديجا خدمنا به وصفات اللي قبل. ما تقولوش ليا سهام تلفتو، حيت عارفه عارفه بزاف ديال المتتبعات ولاو كيتسناو غير اللايف ديال العشيه، اما الفيديوهات وليتو ناسينا فيهم. ما علينا، خليونا نكملوا المكونات. هادشي علاش غنخلي لكم الرابط ديال الوصفه ديال الشقيقه في صندوق الوصف. نتمنى 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 نتمنى, نتمنى انكم تشوفوها وتجربوها. ما علينا، ندوزو باش نكملو المكونات ديالنا. مكوننا كيقوي الذاكره وكذلك كيعالج الالتهابات وتيخلصنا حتى من مشكل ديال نزلات البرد، الام الاذن والسعال والراس، وكذلك الديدان ديال المعده والاكزيما والتهابات اللثه وغيرها. ايوا خليونا من هادشي كامل، ونبغي نقول لكم المكون ديالنا ديال اليوم راه صيدليه ومتكامله متكامله يا البنات. ايه ما عليكم غير تنوضوا وديروه وتاخذوه دابا دابا، عارفكم بغيت تعرفوا سميتو، غنصبروا شويه معانا حتى نقول لكم راه غادي ينفعكم حتى الحب شباب. وديجا خدمنا به وصفات بالنسبه للناس اللي عندهم الغازات في البطن ديالهم، ما غاديش نطول عليكم وغادي نقولوا الاسم ديال المكون ديالنا، ولكن ولكن نبغي نقول لكم حاجه اللي هي جد مهمه، خذوه جديد ونقي، حيت المكون ديالنا الاول هو الزعتر البلدي. اما بالنسبه للمكون الثاني اللي غربنا وحطيناه جانبا، غادي نتعرفوا عليه من بعد ما غادي ناخذوا هاد الكركوبه ديال الثومه اللي كنا جبناها حمراء وحيدنا هذاك الشيء اللي زايد وفورناها اولا بخرناها. غير هي ما تخليهاش تتدبل اولا تطرخى بزاف. انا هنا غادي نحيد هاد القشره الحمراء على القشره البيضاء، فوالا كنحيد حتى هذاك اللوراني ديال الثومه. نقشر هادشي كامل
فوالا كيف كتشوفوا معايا. وحنايا تنوجدوا في المكونات ديالنا، نبغي نقول لكم انه البرد والشتا هادي ما كاين ما احسن من هاد الوصفات الطبيعيه اللي فريمون 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 جد رائعه للجسم وللمناعه ديالو. هنا كيف شفتوا معايا ضفت جوج معالق كبار من المكون الاول اللي نتمنى انكم ما تكونوش تلفتوه، وغادي نزيدو القليل من المكون الثاني. ولكن قبل من هادشي كامل نبغي نقول لكم انه غزال رائع فريمون فعال، وكيخلصنا من مشكل ديال السعال بشكل كبير، خاصه الا كان عندكم انسداد في الشعب الهوائيه وكذلك عندكم التهابات في الرئه، وتنفعكم حتى بالنسبه للجيوب الانفيه، وكيخلصكم من الرابوز. ما غاداش نطول عليكم وغادي نقول لكم القرنفل المسمار هو المكون الثاني ديالنا. ايوا يا البنات غاديه نكمل معاكم ونقول لكم هذه الوصفه راه تنفع حتى بالنسبه للناس اللي عندهم او اللي غادي يسولونا على الجفاف ديال الحلق. وانا شخصيا ما تتخطانيش نهائيا نهائيا، خاصه في الوقت ديال البرد وفي الوقت ديال الشتاء. غادي نحتاجو مكون اخر لغزال للاكتئاب هذه المره، وكيعطينا الراحة ومزيان للألزهايمر، وتينفع كذلك في تعزيز الصحة ديال الجسم، وتيعالج الاضطرابات ديال الجسم ديالنا. بلا ما غادي نطول عليكم، ديجا خدمنا بزاف الوصفات بيه، ومن بينها كانوا وصفات لتبييض الوجه وتبييض كذلك إزالة الكلف وغير ذلك، وكيحارب لنا تفقر الدم. غادي نضيفو جوج شعرات لي فريمون فريمون غنيين حتى بالفيتامين ديال ألف والفيتامين سي لي غزال في هاد الوقت. وهذه معلومة البنات بين قوسين، ونبغي نقول لكم أنه تيحارب حتى السعال والأعراض ديال الحساسية بصفة عامة. غادي نضيف جوج شعرات ديال الزعفران. غادي نخلط هاد المكونات كامله كيف كتشوفوا معايا، ما تفوتوش جوج الا كان فريمون حر. فوالا كيف كتشوفوا، غادي نضيف زيت الزيتون كذلك، وغدا ناخذ واحد الزلافه كما ستشاهدون. فوالا غادي نحاول اني نخلط نمزج مزيان هاد المكونات. وهذه راه غزاله حتى بالنسبه للناس اللي كيبداو تيكبروا في السن ديالهم، وكيبداو عندهم مشاكل صحيه ديال امراض مختلفه. هذه كتعتبر من بين الوصفات اللي كانوا كيديروا الفراعنه، وكذلك كانوا كيديروا الناس ديال بكري. وصلنا لنهايه ديال الحلقه ديالنا، ما بقى لي الا نودعكم، نقول لكم تهلاو في راسكم والى اللقاء.